قسما بالله انا دابا كرهت هذه البلاد انا ومواليها من الاخر. عيب علينا. والسيد معتقل وما عندوش الحق يدافع عليه محامي. الله اكبر. السلام عليكم، معكم عبد المجيد بن حسين رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان. عبد المجيد بن حسين، الحضور ديالنا اليوم راه حنا خرجنا مع الخمسة ديال الصباح مدينة سلاق باش نجيو نحضروا واحد المحاكمة أمام المحكمة ديال خريبكا اللي حنا موجودين دابا قدامها. بغيت نقول لكم الإخوان، أول مرة تنقول وتنعترف بأن حنا ماشي في المغرب، أول مرة تنقولها. واحد السيد راه معتقل، تفبرك ليه واحد الميلف مع واحد المحامي، وتمنع من الدفاع، وتمنع من المحامين كاملين ديال المغرب يدافعوا عليه. إذا هذا إن دل على شيء دل على الفوضى اللي كاينة في هذه المدينة هذه. كيفاش محامي دابز مع واحد المواطن عادي وما كاين حتى شي حاجة وكاينة كاميرات وكاين بزاف ديال الحوايج وتعتقل وما بغاوش شي واحد اللي يدافع عليه؟ ما عرفناش هاد السيد واش بوليزاريو راه تحكموا في مدينه سلام، وجاوا المحاميين من جميع بقاع العالم، ودابا هاد السيد كيتمنع من اي واحد يدافع عليه. واش حنا في ليبيا؟ وفي ليبيا وما تيوقعش هاد الشيء الاخوان، وفي ليبيا وما كيوقعش هاد الشيء اللي واقع. اليوم حنا تنتواجدوا امام هاد المحكمه الموقره، ودرنا طلب مؤازره الى السيد رئيس المحكمه. دابا بقات عندنا الثقه ديالنا في رئيس المحكمه وفي السيد وكيل الملك، لان هذا السيد هذا تمنع من الدفاع عليه. هذا السيد هذا واش مواطن مغربي؟ والناس ديال البوليزاريو في المحكمه ديال سلا جاوا محاميين دوليين ودافعوا عليه. حنا تنشوفوا اليوم واحد المواطن ها هو كاين تيدوز في المحكمه تيتمنع من الدفاع عليه. ايوا علاش غنديروا هذه المحاكمه اللي كان ما غيكونش عنده الدفاع؟ على تمنع من الدفاع ديالو. اذا شنو الفائده في هذه المحاكمه؟ يخليوه في الحبس. سبب الاعتقال ديالو، سبب الاعتقال ديالو كان في المحكمه ديال الاستئناف، كان يدير واحد الاجراء روتيني ديالو. في الاخر تلقى مع هذا الاستاذ، ما عرفت كيفاش قالوا ولا ديال البلطاجه. ها انتم كتشوفوا السيد صيفطوه لينا باش يخربق لينا هاد المهم الاخوان كما قلت لكم، انتم كتشوفوا بعينيكم. يعني حنا في خريبكا كنا تنشوفها بان مدينه محترمه، تنتفاجئوا ما بقيناش. انا بعد هاد المدينه هذه قتلنا ثقتنا في وكيل العام، رحنا مشينا عنده، وثقتنا في رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك، لأن هذا الشيء خطير اللي وقع على هذاك السيد. شدوه اعتقلوه تما، وجاوا محاميين ضامنوا مع هذا السيد، وما بغاوش شي محامي اللي يدافع على هذا السيد هذا اللي مواطن مغربي تحت الراية ديال المملكة المغربية. وهذا السيد ماشي شي واحد اللي جا من شي مدينة ولا من شي دولة، هذا ملكي مواطن مغربي من حقه يكون عنده الدفاع باش تكون المحاكمة العادلة. شكرا لكم اللي جيتوا انتما مدينة الرباط، لأن حتى الصحافة هنا ما بغاوش يجيو يديروا معنا هذا اللقاء. انتم تواصلتوا مع الإدارة ديالنا وجينا لبنا طالب ديالكم. مرحبا بكم وشكرا لكم والله العظيم. انتم بالعكس، انتم ماشي الصحافة، انتم جمعويين، انتم حقوقيين، لأن هذا الملف هذا ديال الأخ ديالنا اللي معتقل، هذا الشيء هذا راه بيني وبينكم بكل صراحة، هذا الشيء راه كيدين هذه المدينة هذه. حنا كنا تنسمعوا بخريبكا راه تنقولوا ولاو تيمنعوا الناس باش يدافعوا على واحد المواطن اللي عنده واحد الحق مشروع، حق مشروع. ولاو كيجيو مجموعة ديال جاو محامين من الرباط منعوهم. إذا هذا السيد هذا بلاش غديروا معاه محاكمة، خليه في الحبس تشبعوا وقولوا لي سير بحالك. واخا سي عبد المجيد، واش هو طلب المؤازرة ديال شي محامين؟ طلب المؤازرة ديال المحامين من هنا ما بغاوش يدافعوا عليه، جاو محامين ديال الرباط ضغطوا عليهم. يعني انا اللي عارف بزاف ديال الحوايج، يعني هذاك الشيء خطير. يعني بغينا انا نقربك ونقربكم، حنا والله العظيم الا هذا الشيء مرضنا قسما يمينا، اول مره تنقول راسي انا ماشي في المغرب وفي ليبيا ما تيوقعش هذا الشيء. رساله الى رئيس النيابه العامه، الى السيد وكيل العام، الى السيد وكيل الملك والسيد الرئيس، يشوفوا شوفوا هذا السيد هذا مريض، اصلا مريض. إلا ما بغيتوش، إلا ما بغيتوش تخليو محامي يدافع عليه، أعطيوه حقه في الدفاع، يدافع على نفسه.
راه ما يمكنش. وحنا في دولة ديال 12 القرن وفيها ملك عاش الملك محمد السادس. حنا اليوم والله العظيم للأسف 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 بلادنا عندك واحد المشكل مع مواطن يدخل محامي ويدير لك مشكل وتجي النقابة كاملة وتجي ضدك في التقديم ويضغطوا على الناس المحامين اللي غيجيو يدافعوا عليك. قسما بالله هذه ما بقات بلاد بكل صراحة. اللي عنده المشكل مع شكون هو؟ الطرف محامي وكاين السيد مقاول هنا في مدينة خريبكة. يعني السيد دابا ماشي احنا ما عندناش مشكل، خليه القضاء يقول الكلمة ديالو، اعطيوه حقه حتى هو. ياك ما بغيتوش محامين يدافعوا عليه اعطيوه وقت حتى هو يدافع على نفسه. والسيد راه ما داير والو، تيطلب الكاميرا ديال المحكمة الاستئناف لأن ما سبوش، ما عايرش هذا السيد وما ضربوش. هو عنده مشكل مع هذا السيد اللي كاينين ملفات بيناتهم في القضاء، وحول هذا الشيء كله ودخل فيها نقابة. دابا اليوم تنقول لكم اخوتي المغاربة دخلوا للنقابات، دخلوا للهيئات الحقوقية، لأن هذا الشيء ما يمكنش نبقاو حنا. دابا غدا غادي ندعي واحد الدكتور دار واحد العملية ولا دار شي مصيبة غيجيب النقابة ديالو حتى هما ويتجمعوا. ما بقيناش دابا حنا في الأمام المحاكمة العادلة. شكرا. شكرا. النقابة ديال الهيئة ديال المحامين هنا في قريب واش توصلتوا معاه انتوما؟ لا توصلوا الإخوان، ما بغى حتى شي محامي ينوب عليه. واليوم راه كاينين أساتذة جاوا من الرباط وتمنعوا، واحد الضغط زعما الصراحة. شنو بغاو هاد السيد؟ بغاو يديوه صافي يا سيدي خذوه صافي ولا تحاكموه؟ مي غتمنعوه من الدفاع على نفسه؟ إيوا شنو هادي؟ هذا ما بقاش محاكمة. احنا معكم دابا ان شاء الله نشوفوا. رسالتي الى السيد وكيل الملك والسيد وكيل العمره، درنا معاه موعد. احنا كهيئه حقوقيه درنا طلب مؤازره وتندين هذا العمل هذا. ها هو انتما هالبلاغ اللي درنا التضامني مع هذا السيد، وما غنسكتوش، مازال غادي نتكلموا وغادي نديروا اعتصامات ونديروا وقفات. هالمؤازره اللي درنا لهذا السيد، لان بقاو هالحقوقيين هما اللي يديروا المؤازره لهذا السيد هذا، لأن مغربي وحنا أي مغربي تيتعرض حنا خصنا هاد الظاهرة تحيد. عندك مشكل مع شي واحد سير معاه للقضاء، ماشي تجمعوا نتوما وتمنعوا لنا المحاميين اللي جايين حتى هما الشرفاء المناضلين جاوا يدافعوا حتى هما، تمنعوا عباد الله. حنا فينا بلاصة؟ حنا فينا دولة دابا خوتي؟ وحنا تولينا نحشموا من الجزائريين بعض المرات بحال هاد التصريح ما خصناش نقولوه كاع نهائيا. حنا كندعيو بأن كاين دستور، كاين قانون، كاين رئاسة النيابة العامة، كاين السي عبد النباوي، كاين اداره عامه للامن الوطني، وكنتفاجئوا بهذه الجريمه. هذه جريمه وما غنسكتوش عليها، وان شاء الله غدا عندنا لقاء ان شاء الله في رئاسه النيابه العامه. هذا الشيء حنا هادشي تندينوه. السي عبد المجيد شفنا كتهضر بواحد الفعاليه، بقى فينا خويا هذا السيد هذا على ماله؟ شنو دار؟ مغتصب الدراري، سرق شي ميزانيه. السيد راه بغينا الكاميرا ديال المحكمه ديال الاستئناف هي اللي كدينو، حنا جيبوا لنا الكاميرا ديال المحكمه. الا هو عايرو يأدي، ما عايروش خاص هذاك السيد تا هو يأدي. ما كاينش شي واحد فوق القانون هنا في المغرب، كاين ها الملك. كاين ها الملك، باش نكونوا واضحين، حنا غيرتنا على بلادنا وغيرتنا على المواطن المغربي. قسما بالله الا شحفنا راه خارجين مع 6 ديال الصباح من الرباط، عيب. وهذا الشيء بقى يصدر لنا امام المحاكم ديال بلادنا. وحنا وصلنا ان المغرب تترأس واحد الهيئه حقوقيه في العالم، وكنتفاجئوا بواحد ما عندوش الحق يجيب محامي لا من خريبكة ولا من الرباط ولا من الدار البيضاء. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.